الفقه الإسلامي كل ما يذبح من النعم، النعم يقصد بالبقر والجاموس صنف، ويكون سنه من حدود سنتين فصاعدا، أو من الإبل اللي هي الجمال 5 سنين فصاعدا، أو من الماعز يكون سنه سنة فصاعدا، أو من الضأن اللي هو الخروف يكون 6 أشهر فصاعدا. لما نيجي نتمثل إنه يكون سليم من العيوب، لما نيجي لمنطقة الرأس لا يكون مكسورة القرن ولا مقطوعة الأذنين ولا عمياء ولا عوراء ولا منتنة الفم ولا مقطوعة الذنب ولا مقطوعة الإلية إلا إذا كانت هي من حيث الأصل كالخراف المستوردة، وألا تكون هزيلة ولا عكفاء لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم إن ربنا أشار إلى الفداء الكبير العظيم لسيدنا إسماعيل عليه السلام اللي هو فديناه بذبح عظيم. ثم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الروي ماذا قال؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. يبقى حسن المنظر هنا. نعم. أملحين. ما تشوف حد تقول ده إيه ده مليح. مليح. إحنا عندنا الصعيد يقولوا ده مليح يعني. مليح. نعم. كده. ثم حضرتك الإنسان بالأضحية لا شركة فيها إلا البيت الواحد مع بعض. طيب هنقف بس عند الجزئية دي يا فندم بعد ما ناخد الأخت حكمة من القاهرة. السلام عليكم يا حكمة. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. بعد إذنك الحاج متوفى بقاله أسبوعين يعني. نعم. المفروض إن إحنا في القاهرة بس مدفون في دمياط. تمام. لينا شقة في دمياط. البقاء لله. الدوام لله. سبحان الله الدوام. فهل لو رحت قعدت يوم او اثنين بعد العيد فيه عشان انت لسه في العده بتاعت الوفاه عده الوفاه بتاعت لا انا بقى هو بقى له اسبوعين بس فانت